اوكي مؤيد اهلا. شو يوم الاسبوع المفضل عندك؟ يوم الاسبوع المفضل عندي هو سبت. الشهر المفضل؟ الشهر ماي طبعا اكيد. ليه؟ لان انولدت في ماي 12 ماي 1997. السنه الاجمل بالنسبه لك؟ السنه الاجمل يمكن الناس يستغربوا من اجابتي دي بس هي 2020. هذه اجمل سنه وفي نفس الوقت كمان هي اسوا سنه يعني كفتين. الرقم الحظ المفضل لديك؟ رقم الحظ المفضل عندي ما في رقم حظ مفضل بس انا احب رقم 5. 5 يس اوكي شكرا. 5 بدك تسوي فيها اشياء كثير يعني تضرب واحد كف بالخمسة على طول. فين اضرب الكاميرا